بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام يوم وإفطار يوم وكراهية صوم الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم، كراهية صوم الدهر. هذا في صوم التطوع، الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما أنه يصوم السنة كلها، الدهر المراد به السنة، فهذا مكروه، مكروه له أو محرم أن يصوم السنة كلها، وإنما يصوم إذا كان عنده زيادة حرص على العبادة والصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو خير الصيام، هذا خير من صوم السنة كلها. نعم. في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، أولها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم في كل شهر ثلاثة أيام، قلت: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. نعم، هذا الحديث فيه فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم عن عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر كله في الفضل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه لما كان عند الصحابي رغبة في الإكثار من الصيام، وأنه يريد أكثر من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، نقله الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فإن ذلك هو خير الصيام، وهو صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. نعم، هذا دعاء على من صام الدهر ولم يفطر أبدا، وهو صوم الأبد، يعني صوم الدهر. فقوله: لا صام من صام الأبد، إما أنه دعاء، وإما بيان أنه لم يصوم الصوم المشروع، لم يصوم الصوم المشروع، فلا يسرد المسلم الصيام طول المدة، وإنما خفف على نفسه، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يصوم الست من شوال، يصوم عشر ذي الحجة، يصوم شهر المحرم خصوصا اليوم العاشر ويوم قبله أو بعده. فهذه أنواع من صيام التطوع، وفيها خير كثير،
أما من يسرد الصوم ولا يفطر أبدا فهذا ليس بمشروع، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأخير، وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، رواه أحمد، ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد أنه لا يصوم الإنسان دائما كل السنة يصوم الدهر، بل يصوم ويفطر. قد قال صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام أتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. لما بلغه أن ثلاثة من الصحابة أنهم التزموا بعبادات، أحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا فأصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. في الحديث هذا أنه تضيق عليه النار، وهذا وعيد شديد، وحمله المصنف كما سمعتم على أنه يصوم الأيام المنهي عن صيامها كيوم العيدين مثلا، هذا منهي عن صيام، حرام، يوم عيد الفطر وعيد الإضحى هذا منهي عن صيامهما. نعم. الشيخ، من صام مثلا نص شهر 15 يوم يا شيخ سردا ثم أفطر 15 يا شيخ، هل يعتبر أنه صام يعني يوم وأفطر يوم يا شيخ؟ لا، صام نصف شهر. نعم، يعني قسم الشهر إلى قسمين. نعم يا شيخ، صام من نصفه وأفطر نصفه، هذه صورة من صور الصوم والإفطار، لكنها ليست مثل من صام يوما وأفطر يوما. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة في كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. شكرا لكم يا شيخ صالح الفوزان، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي رافقني في تسجيل هذه الدروس المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.